عين المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الجنرال عزيز نصير زادة قائدا جديدا للقوات الجوية، ويأتي هذا التعيين في سبيل تغييرات لقادة الجيش بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس، حيث كان نصير زادة يقود طائرة F-14 تومكات وشارك ضمن الحرب العراقية الإيرانية، إلى جانب أنه يشغل منصب القائم بأعمال قائد القوات الجوية منذ عام 2017، ويأتي هذا التعيين في إطار تغييرات لدورية قادة الجيش.